عليها، في كان شوية مناوشات كده وكلام. ميدو اليماني لا 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 مش عارف، زعلانين من بعض، لا لا خالص خالص مش خالص، زعلانين ميدو اخويا مش هي مشكلة. الكلام ده كله. عايزين نعرف يعني. طب كويس، معانا لسه كام دقيقة. انت عايزة تطلعيها؟ كويس كويس، عايزين مش نعرف. بس هديك هو بقى فرصة، في الفترة ان هي انتهت في الاخر مش هديك الكلام ده فرصة، كله. مش هديك فرصة. والله مش، لا انا مش جايش عليها، ما قولي بس صدقني يا يماني انا مش قولي جايش عليها، صدقني. قولي. لا انا اقصد ان في كلام وتصريحات كتير اتقالت، وفي بصي كان بصي بصي، هي انا لا انتهت في الاخر ببرنامج لا، ميدو ميدو كنت اخويا، ظهرت معاه فيه في ميدو الاخر. ميدو اخويا، وطبعا احنا كنا متربيين مع بعض في فارس موهوبين، واحترفنا بدري مع بعض، ما فيش اي حاجه يعني. الموضوع كان في كل سوء تفاهم، والموضوع حصل على عدى على خير، واحنا اخوات وفي تواصل دلوقتي على طول مع بعض، بنتكلم مع بعض على طول، حتى بعد في الحوارات الاخيره يعني، بعد حلقه ماي الاخيره كنا في تواصل وكلمنا مع بعض قبل ما اطلع الحلقه معاه في اوضه اللبس، وما فيش اي مشاكل بينا الحمد لله. وبتمنى له التوفيق طبعا في برنامجه، او في البرنامج الجديد، او نفس البرنامج بس في قناه جديده، وربنا يوفقه يعني. طب قول لي، لو كانت الفرصة ليك وميدو وزيدان اتوفرت، كنا ممكن نشوف محمد صلاح تاني؟ أو والله كنا كملنا والله، يعني، كنا ميدو كملته؟ كان متألق في الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي، وزيدان كان في الألماني، وأنا في البلجيكي شوية برضو يعني، عملت اسم كويس. هو طبعا محمد صلاح اجتهد وداس على نفسه كتير، وبالتوفيق ربنا طبعا، فاهمة؟ احنا كنا ممكن نكمل يعني، بس اللي وصله محمد صلاح ده يعني ما نادر قوي حد يوصله يعني، الموضوع مش سهل. طب ايه، خلينا نتكلم على اليماني بس، يعني ايه اللي خلاك ما نكملش؟ يعني ايه الاسباب اللي خلتنا اليماني نعرف اليماني كمان؟ عامل حادثة في 2001، في عشان القصة في ناس كلها كتير بس يعني الحادثة بتاعتي أثرت عليا جدا يعني، القصة كلها. لو أنا والله أعلم برضو يعني، كنت كملت زي ما أنا، كنت ممكن أوصل لحاجة كبيرة، وكنت ممكن ما أوصلش، الله أعلم برضو عشان ما أفتيش، بس الحادثة أثرت فيا مش هقول لأ يعني، أثرت في مستوايا وأثرت في حاجات كتير أوي، فاهمة؟ حتى في شخصيتي كمان ازاي؟ يعني. سلوكيا أنا يعني؟ لا مش وحش، بس خلتني جريء قوي. أنا كنت قبليها كنت بتحرج وبتاع، وكنت يعني كنت بحب أهرج، بس في أوقات كنت بقى دلوقتي لأ يعني، بيجي حاول بجد؟ ماشي ماشي، يعني هي لو خلينا نتكلم برضو، نكمل كلامنا في الكورة ونقول بعد الموضوع الحادثة يعني شكل في ناس كتير يعني صغيرين بيسألوا اليماني بعد الحادثة راح فين وعمل ايه وراح الزمالك ليه وايه اللي وداه الزمالك، وهل استفاد قصة. من الزمالك ولا الزمالك استفاد بصي منه؟ بصي بصي، انا بحب الزمالك بعد الاسماعيلي طبعا يعني، طبعا اللي جابني الزمالك، انا كنت في بلجيكا، كان هيمضوني كمان سنتين بضعف مرتبي وكل حاجه، بس انا كنت زهقت، كنت مقضيها سهر، ومش سهر بمعنى الناس بتفهم سهر دي اللي هي حاجه غلط، لا انا كنت يعني ما كنتش ملتزم يعني، مش مركز، مش ملتزم، كنت ملتزم بس ما كنتش مركز مركز قوي، لاني كنت حسيت بالغربه، اتخنقت شويه، قلت ايه اللي خلاني اسخن. كمان كابتن عزم جاد كان ساعتها جاي مع امير عزم هناك، بيعمل تيست هناك في نادي في بلجيكا، راح مكلم لي كابتن ساعتها دكتور كمال درويش، واليماني يجي يلعب عندنا، وبعت لي تفاوض وبتاع، ومضيت عليه وخلاص عايز الزمالك تمام. اما جيت هنا بلاقي حاجه تانية خالص، لقيت النادي المعامله طبعا ما كنتش يعني،